المشكلة هي في عجز القوى السياسية والقوى التي تدعي تمثيل المسيحيين بالذات في البلد في انتخاب رئيس الجمهورية. لماذا يريدون أن يغطوا عجزهم في التهجم على رئاسة الوزراء؟ أنا من أول يوم لم أسعى ولم أطمح ولم أمارس أي شيء يفتئد أو يأخذ من صلاحات رئاسة الجمهورية. أنا بداية مارست رئاسة الوزراء في ظل وجود رئيس الجمهورية وكانت العلاقة على أفضل ولا أحسن ما يرام. أو نخطئ على دستور لأنه فيه شوائب نراجعه نصحح فيما يمكن أن نصحح. أما القول الذهاب إلى الفيدرالية هذا ليست أول مرة. كل مرة يتم فيها عجز عند فريق ما يطرح هذه الفيدرالية في بلد يكاد يكون مساحة وسكانا في حجم نصف مدينة في العالم.